اهلا حبيباتي، السلام عليكم. مساء الخير، مساء النور، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وصحه وعافيه. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد او روتين جديد. حبيت نرحب بكامل المشتركات الجدد اللي راهم ينضموا للقناه ومشتركاتي الوفيات، نقول لكم ربي يحفظكم وربي يخليكم. واللي مازال ما انضمتش للقناه نقول لك حبيبتي واش راكي تستناي باش تشرفينا بانضمامك للقناه فضلا وليس امرا. وقبل ما تبداو حبيباتي تشوفوا لا فيديو، حبيت نفكركم باش كامل تروحوا ديروا لي لايك باش تحفزوني. كما راكم تشوفوا خياتي، عندي يومين ملي حطيت لكم فيديو، واليوم زدت شارك تكون بروتين تاع نهار عاشوراء. حبيت نكون دائما قريبه ليكم، دونك حبيباتي حفزوني بالليجام باش نقعد دائما اونلاين معاكم. لهنا خياتي بديت لكم لا فيديو بنهار عاشوراء، كنا صايمين، ربي يتقبل منا ان شاء الله. صمنا تسعة وعاشوراء، صحة عواشركم كامل حبيباتي، ان شاء الله تكونوا جوزتوها كامل في صحة وعافية، نتوما اولادكم الازواج ديالكم وكامل العائلة ديالكم. كما راكم تشوفوا خياتي، جوزت عاشوراء مع ماما، ربي يحفظها لي وربي يخلي لها صحتها وربي يشفي بابا تاني وربي يحفظه لي ويحفظ لكم كامل احبتكم. قلت لكم خياتي راح جوزت عاشوراء عند ماما. كما راكم تشوفوا ما حبيناش نديروا مملاحه او شوربه ولا كاش حاجه واحده اخرى، دونك خياتي تفهمنا باش نديروا شخشوخه. كما على بالكم المناسبات هادو ما يحبوا الاكلات التقليديه، دونك حبيباتي قررنا باش نديروا شخشوخه. كما شفتوا درت اللحم في الاول مع الزروديه ولفت، ومن بعد كي طابوا نحاتهم. ما من اللحم كان لهنا تقريبا طايب، قتلوا هكذاك واحد 10% ويكون طايب 100%. دونك خياتي كما على بالكم القرعه ما فيهاش روح، على بها خلاتها حتى للاخر كامل باش حطتها، ومن بعد زيد هي ثاني تنحيها. لهنا خياتي هاد الشخشوخه في الاول كامل كي حطتها حطت لها شويه زيت وحطتها فارت الفوره الاولى، ومن بعد كي فارت لها المره الاولى جبدتها كما شفتوا ودرت لها الماء والملح. من بعد فتحتها تري تري بيان، وكي فتحتها خلاتها حتى تشربت هذاك الماء اللي زادته لها، ومن بعد كي تشربات تري تري بيان عاودت حطتها فارت للمره الثانيه، وكي جبدتها للمره الثانيه كما شفتوا خياتي سقاتها بالمرقه. الخطره الدوزيام دارت لها المرقه، ما حبيناش نديروا لها الماء كما على بالكم باش تشرب البنه تاع هذيك المرقه. وكي تشربت هذيك المرقه مليح مليح عاودنا حطيناها فارت للمره الثالثه، وكي جبدتها دارت لها الزبده وحطتها باش تتجمر. ولهنا خياتي كما راكم تشوفوا خويا ربي يحفظه لنا ان شاء الله كان شرى لنا ديسير، كان شرى لنا العنب والدلع، غسلته ونقيته وحطيته باش يبرد باش كي نجيو نفطروا نتعشاو نلقاوه بارد. ومن جهه واحده اخرى لهنا غير كملت مع الديساغ، جيت باش قطعت درت شويه تاع لا سالاد. صراحه مع هاد السخانه والصيام ما قدرناش كامل ناكلوها، مي هكذا قلنا نديرو حاجه خفيفه. والدلع اللي بقى لي مور ما قطعت الدلع درت له بابي سيلوفان وخبيته في الفريجيدار. لهنا بعد ما طابت لنا هذيك القرعه جبدناها وجبنا جفنا كما راكم تشوفوا خياتي هذيك الشخشوخه في المرحله الاخيره كامل. كانت دارت لها ماما الزبده، ومن بعد حطتها في هذه الجفنه تاع الحديد وبدات تصفي في المرقه. كما على بالكم كي طيبوا باللحم يقعد لكم هذاك التخش تاع العظم، دونك خياتي من الافضل تصفوها باش ما يعطيكمش العظم في الشخشوخه ديالكم. فوالا خياتي خلاتها حتى تجمرت الله الله وشربت كامل هذيك المرقه، ومن بعد جات تسربيها لهنا في الطباسه. ولهنا جوجو كما راكم تشوفوا جابت هذيك الخضره وبدات الديكوري في الطباسه. سينو خياتي لا ديكوراسيون ديروا كما حبيتوا، كاين اللي يديروا غير البطاطا، كاين اللي يديروا الخضره كامل كما حنا درنا زروديه القرعه اللفت، ديروا البيض ديروا الحميصه، كل واحد واش يحب يدير. دونك حبيباتي التقديم يبقى اختياري، كما حبيتوا تقدموها تقدموها. لهنا كنا سي بون كملنا، حطينا كل حاجه فوق لا طابل كما راكم تشوفوا. لهنا حطينا انا وبابا وخاوتي والزوج، تعشينا لهنا في الصالون والبنات تعشاو في الكوزينه. اللهم ادمها نعمه واحفظها من الزوال. صراحه خياتي هاد المناسبات لما فيهم بزاف هايله. وتاني تنتفكروا ايام الطفوله كي كنا صغار، على بالكم يا البنات شحال نفرحوا كي نحتفلوا بهاد المناسبات بعاشوره المولود الاعياد. وكما راكم تشوفوا خياتي جات على حبه، ما جاتش كامل معجنه، تجيكم هكذا مفلفله كما يقول لك كل حبه وحدها. وتاني البنايه البنات ما نحكي لكم، شهيتكم في الجنه حبيباتي، اسمحوا لي اذا شهيتكم.
سينو خياتي كما شفتوها الوصفة ديالها بزاف سهلة، تقدروا تنوضوا في وقفة ديروها وما تخلوهاش في قلبكم. فوالا خياتي اللي انا حبيت نشارككم بروتيني الصباحي، دايما كنوض الصباح نصلي صلاتي في وقتها، واذا ما صليتهاش في وقتها غير نوض نصليها، ومن بعد غير نوض نروح ندير روتيني الصباحي للعناية. كما شفتوا خياتي دايما نستعمل غسول خاص بنوع البشرة ديالي، سينو اذا ما كانش عندكم تستعملوا صابونة ولا تستعملوا اي غسول يكون عندكم. وما تغفلوش على الاسنان ديالكم، لازم دايما تبغوسيوهم باش تحافظوا على البياض ديالهم وما تخلوهمش يتسوسوا لكم. واذا كانت عندكم سوسة ولا كاش بروبلام في اسنانكم سيو كيفاش خدموا باش ما يتفاقملكمش هذاك المشكل. فوالا خياتي غير كملت رشيت ماء الورد على كامل البشرة تاعي باش يعطيها هذاك الانتعاش، ودايما سي كيفاش نحطوه في الفريجيدار باش نحافظ عليه ويكون بارد باش يخدم خدمته في البشره ديالي. ومن بعد درت هذاك البان دو بوش شللت به كامل فمي باش نحافظ على هذيك لا فريشور وتكون في فمي رائحه طيبه. فوالا خياتي درت هذاك الكريم تاع اليدين تعشي، مام هي ماشي غاليه، واقيلا دير 18 ميل ولا 15 ميل كل واحد كيفاش يبيعها. وبلا ما ننساو خياتي لازم هذوك الشويربات مع الصيف والسخانه كامل ينشفوا، دونك لازم دائما ديروا مرطب للشفاه ولا غلوس ولا كاش حاجه. وتم خياتي لازم تمشطوا شعركم، لازم دائما تسبقوا في روحتيكم قبل ما تروحوا للاولاد للزوج للمنزل باش ما تهملوش انفسكم. لهنا خياتي حبيت نشارككم واش درت الفطور. كان عندي لحم درت كميه لاباس بها، قطعت زوج حبيبات بصل متوسطين وزوج حبات طوماطيش قطعتهم كما راكم تشوفوا، وحبه بطاطا كبيره، ودرت العكري الحلو والحار، ودرت راس الحانوت وشويه تاع فلفل الكحل، وخليتهم يتقلاو لي تخي تخي بيان. ومن بعد كي تقلاو لي تخي تخي بيان عملت لهم شويه تاع الحميصه ومرقت بالماء سخون وغلقت هذيك لا كوكوت. من جهه الفطور كان يطيب، ومن جهه واحده اخرى كنت سبقت في هدومه لي بوكو، كنت غسلتهم صباح على البكري وخرجتهم باش ينشفوا، لي كينشفوا جبتهم لهنا باش نعاود نمسحهم بهذا الشيفون ميكروفيبر ما يخليش كامل لي تراس فيهم. لهنا خياتي جيت باش نعاود نرجع كل حاجه لبلاصتها. شوفوا خياتي لازم دائما سورتو الكوزينه لازم ما تغفلوش عليها، على خاطرش كي تغفلوا عليها وجو تخدموها ما تلقاوش كامل راسكم منين تبداو. دونك لازم دائما تاخذوا جهه من داك لي بلاكار، من داك كوزينيير، من داك فريجيدار، من داك واش راكم حاطين فوق البلان دو ترافاي، كل خطره نحو جهه من وجهكم وتهناو منها باش ما تتراكملكمش الاشغال فيها. كما قلت لكم الكوزينه كي تجو تخدموا فيها تلموا فيها بزاف العفايس تتلف لكم، وتاني تعييكم وتاخذ لكم بزاف الوقت. دونك خياتي كما راكم تشوفوا هاد الشاي تاع بايزيد بزاف هايل، هذا هو اللي راني نستعملو هاد الايامات. فرغت داخل هادوما لي بوكو، ولهنا تاني جيت باش نفرغ السكر هاد اللمبوط ولا مش عارفه واش يقولوا له بزاف هي الخياتي، ساعدني بزاف في الخدمه. كنجي نفرغ هاد العفايس اللي جو صغار كما القهوه السكر يعاوني، وتاني كنجي نفرغ الزيت ولا اي حاجه في هذوك القرع تاع الزيت. وحبيت نطرق لواحد الموضوع بزاف مهم حبيباتي، على بالي بلي كامل راكم تعانوا من نفس المشكل، واللي هو كي تجي العطله الصيفيه يحكمنا هذاك الفشل هذاك الخمول. قبل ما تجينا العطله دائما نكونوا دايرين بروغرام نقولوا نديروا نديروا، ومن بعد كي تجينا العطله الصيفيه كامل نفشلو ونقعدوا هكاك وما نديروش هذاك البروغرام اللي كنا مديسيدين باش نديرو. كاين بزاف فينا اللي يحبوا زعما كي تجي العطله الصيفيه يكونوا زعما يقراو في الليسي ولا يقراو في الجامعه، وتقول لك باللي كي تجي الصيف نروح نشوف خدمه ونخدم باش نعاون روحي، نعاون روحي في القرايه، نعاون روحي باش نشري الدوزان اللي خاصني. المهم حبيباتي كما يقول لك المصروف كيكون بالزياده في الفايده ماشي في النقصان. وتاني كاين اللي تقول لك زعما باللي في الصيف يكون عندي الوقت نبدا مشروع، يا لو كان مشروع خفيف باش نعاون روحي نعاون ولادي ولا ندير كاش حاجه في الدار. وتاني كاين بزاف فينا اللي قاعدين في البيوت هكذا ويحبوا زعما يتعلموا لغه ولا يتعلموا حرفه جديده ولا اي مشروع جديد. دونك حبيباتي اول نصيحه نقدمها لكم هي لازم تتوكلوا على ربي سبحانه في اي حاجه حبيتوا ديروها في حياتكم، لازم دائما تقووا الرابط مع ربي سبحانه وتبداو بالجانب الديني. كي تبداو بالجانب الديني ربي سبحانه راهو راح يوفقكم في هذيك الحاجه اللي راكم حابين ديروها، سواء كانت عمل ولا تعلموا اي لغه ولا اي حاجه،
ولا في أي مجال من مجالات الحياة راكم حابين تبدأوا فيه. ثاني حاجة حبيباتي، لازم دايما تسيو كيفاش تنوضوا بكري، كما يقولوا ناس بكري المنوض بكري بالذهب مشري. دونك حبيباتي كي تنوضوا بكري راح يكون عندكم بزاف الوقت تفرغوا أموركم، ويقعد لكم الوقت باش تتفرغوا لهذاك المشروع ولا لهذيك الحاجة اللي راكم حابين ديروها. ثاني حاجة حبيباتي، لازم إذا كنتي حابة تخدمي برا لازم تنوضي على البكري، ولا المهم تروحي تحوسي على خدمة على حسب نوع العمل اللي راكي تحوسي عليه. وإذا كنتي حابة تخدمي غير من الدار خصي وقت معين ومكان معين باش تتعلمي هذيك الحاجة وباش تخدميها. شوفوا خياتي، ولا غير كاين بزاف مشاريع راهم يدوروا، راهم دايرين حالة تقدروا تخدموهم غير من الدار. كاين هذاك المشروع تاع قوالب، هذوك القوالب تاع السيليكون اللي يخدموا فيهم، هذوك اللي راهم دايرين حالة تاع لا ديكوراسيون تاع الكونكريت، كيما على بالكم خياتي راهم دايرين حالة وبراس مال قليل تقدروا تبداوه في الدار. وكاين تاني هذوك لي ساك تاع الخارز اللي راهم دايرين حالة، تقدروا تتعلموا كيفاش تخدموهم وتبداو غير بساك واحد، تخدموا ساك واحد وتفتحوا باجا ديروا التسويق وكامل حتى تلقاو روحتيكم نجحتوا باذن الله. وكاين بزاف مشاريع واحد اخرين، كاين اللي تخدم الكيك ديزاين غير من الدار، كاين اللي تبدا غير بالعقل، كاين اللي تخدم الحلوى للاعراس. دونك حبيباتي كاين بزاف مشاريع تقدروا تخدموهم، كاين اللي يخدموا المسمن القهاوي، كاين بزاف عفايس تقدروا تخدموهم غير من الدار وتسترزقوا غير من داركم. وكنصيحة حبيباتي، إذا حبيتوا المشروع ديالكم ينجح لكم وما تفشلوش فيه من الأول، لازم ما تصارحوا حتى واحد غير إذا كان إنسان قريب وعزيز عليكم، وعلى بالكم بلي ما يحسدكم ما والو، كما الأم ولا الأخت ولا شخص قريب ليكم. سينو خياتي كما الأصدقاء ولا العائلة الكبيرة، سيو كيفاش ما تقولوا لهم شحال المشروع ديالكم، كما يقول لك اخدمي امورك غير في الستر، وكي تنجحي ويكبر المشروع ديالك نورمال اللي حبي يسمع يسمع. المهم باش هكذا لا قدر الله وما نجحتيش ما تقوليش باللي ضربوني بعين ولا هضرتهم خرجت فيا ولا. المهم حبيباتي باش انتيا تركزي على المشروع ديالك وباش ينجح لك باذن الله لازم تحافظي على السريه ديالو. فوالا حبيباتي سنو خياتي، اذا نجحتي في المشروع ديالك كيبداو يسقسوك كيفاش بديتي كيفاش درتي. على بالي بلي كاين بزاف في حياتنا هذا النوع من الناس اللي يحبوا بزاف يفهموا ويبحثوا على الامور الخاصه تاع الناس، كاين اللي تجي تسقسيك شحال راكي تدخلي فايده، كاين اللي تجي تسقسيك شحال شريتي هذيك. المهم خياتي كاين بزاف طفيلين اللي يحبوا يفهموا كل حاجه في حياتنا. دونك حبيباتي امورك الشخصيه دائما خليهم خاصين بك، ولا اذا صارحتي غير القراب لك هذا مكان. فوالا خياتي ان شاء الله تكونوا استفدتوا من هضرتي صراحه خياتي، دائما سي كيفاش هكذا نشارككم نصائح نشارككم بعض الامور من التجربه ديالي. والله يا البنات انا تاني من داك كان صرا لي هاد العفايس، مي كما راكم تعرفوا كي تصرا لنا كاش حاجه ناخذوا منها التجربه ونتعلموا منها ودائما نيفيتيو باش ما تزيدوش نطيحوا في نفس هذاك المشكل. فوالا خياتي كما شفتوا في لا فيديو كملت مع الكوزينه، ومن بعد فطرنا ودرنا قيلوله، كي نضنا العشيه قلت لازم نبدل الفراش تاع البنك. صراحه خياتي هاد الايامات تقريبا 3 ايام 4 ايام برك ونبدلو، كيما على بالكم رانا في الصيف وكامل لهنا حطيت كامل الفراش اللي نحيتو باش نغسلو. سينو خياتي كيما هاد لي سوندولي ما عنديش بزاف من اللي فرجتهم ما راهمش موسخين، قلت نحطهم برك هكذا نزيد نستعملهم خطره واحده اخرى، وكي نستعملهم خطره واحده اخرى باش نغسلهم. لهنا خياتي جوست مسحه كامل الدار نقيتها الله الله وجيت باش نعاود نفرشها، فرشت لي دي سوندول. شوفوا حبيباتي كاين بزاف فينا اللي وقتهم كامل يروح غير في توقاب على الجيران، اللي طلعت اللي هبطت اللي شرات اللي دارت اللي عملت كما يقول لك، ووقتنا كامل يروح في هاد العفايس اللي ما عندهم حتى فايده. لو كان جينا هذاك الوقت اللي راح في هاد العفايس نحو نستغلوه نحفظوا القران ولا نتقفوا في ديننا ولا نتعلموا لغه جديده ولا حرفه جديده، لو كان رانا لحقنا البلايص واحد اخرين ما راناش في هاد النقطه اللي رانا قاعدين فيها. دونك حبيباتي كما يقول لك الوقت ولا غير من ذهب، لازم نستغلوه غير في العفايس اللي فيهم فايده. هنا حبيباتي لحقنا نهايه الفيديو، ان شاء الله يكون عجبكم، خلوا لي اقتراحاتكم الفيديوهات الجايين.